أهلا بكم محبي مسلسل أمينيتا، إليكم ملخص الحلقة الأولى. ولكن قبل أن نبدأ، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. نوال عايش مع زوجها ببيت على البحر، ونوال كتير خايف وبتحلم أحلام بتخوف، وجوزها معها وواقف جنبها وبيطلب منها تشوف دكتور. نوال بتخانق زوجها وبتطلب منه يترك البيت، لأنها من وقت اللي سكنت بالبيت ما شافت حدي. وزوجها بيقول لها انت اللي اخترتي هالبيت، بدك بيت على البحر عشان رسمك وشغلك. انا كان بعيد عن شغلي بس وافقت عشانك. نوال بتكون لحالها بالبيت وبتدق لعندها وحدي، وبتكون دينا كينين دم، وبتطلب من نوال تخبيها عندها لأنها هربت من زوجها اللي بتجي ساعة، لأنه عامل 3 عمليات براسه وبعدين بيشربني عصير وبتنعس نوال وبتروح تنام. نوال بتصحى من نومها وبتلاقي سكين على صدرها وديها دم وقميصها، وبتنزل بتلاقي نوال الضيفي مقتولي. وبعد بتحكي نوال مع حالها وكأنه نوال عنده أخ التوأم. وبعدها نوال بتصحى من نومها وبتلاقي حالها نايمة بمصح عقلي، وبتجي لتهرب بيحسني عليها سجينات وبيصحني عليها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ولا ندعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.